صحك طيب يا حاج. عليك الصحة والسلامة. صحك ايه؟ قدام محمد امبابي يا فندم. النهارده في برنامج نسأل بسيطة بنتكلم عن الشغل. ترى حضرتك بتشتغل ايه عشان انا شايفك؟ انا ببيع كنافة وقطايف. كنافة وقطايف؟ ايوه. طب ولو مفيش رمضان بتبيع ايه؟ عندي يا مصر عامل عربية سمين. عربية سمين؟ اه والله العظيم. كبدة وسجق وكفتة وبتاع. ايه الشغلانات بقى اللي اشتغلتها غير شغلانة القطايف والكنافة والسمين يا عم محمد؟ جزار. صرت جزار. اه بس هو ابويا كان فتح الله يرحمه مكواجي. بتشغل مكواجي معايا؟ اه كنت بساعد ابويا 65 سنة وانا واخدهم شقة لحد ما خليت ولادي اللهم صل على النبي وشقيت عليهم. شقيت على عيالك؟ على عيالي وعلى مراتي. ربنا يعينك. وعلى اختي. اختي برضه قاعدة معايا في نفس الشقة. ايه الموقف اللي عدى عليك وحسيت فيه ان اكل العيش مر؟ الجزارة. جزارة؟ اه. ليه؟ متعبة. ايه اصعب حاجة في شغلك؟ اصعب حاجة في شغلي هو شغل العربية بتاع السمين. بتقومني بدري ومرتي بتاخد مني شغل جامد، يعني بصل من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 بالليل. ايه اللي بيهون عليك الشغل؟ كفاية عيالي، بخف على عيالي، واللي هم عيالي عاوزين انا بجيبهولهم. ايه أكتر حاجة استفدت بيها من الشغل أو طلعت بيها من الشغل غير الفلوس يا عم محمد؟ أحسن حاجة استفدت فيها من المحبة. المحبة. المحبة في الناس. عم محمد مر عليك موقف في الشغل في مرة من المرات في يوم من الأيام خلاك تبكي؟ دخلت على واحدة ست الحكاية وقعدت تعيط. كانت ست أموري. قالت أنا بنتي متجوزة وبتاع والحكاية طبعًا أنا عندي بمر بالممر ده. عيطت. مراتي نازلة بتعيط لي يا محمد قال لي ماما يا أم الأمر كده كده قلت لها يا ابنة الله عندنا فوق يا ابني وتقعد عندنا شوية اللي معاك قلت لها قالت أنت بتعيط قلت لها أبا عيط سألوا على بعيط سألوا على ورد الحاجات دي كلها يا ربي أسطر عيالي الاثنين بعدها مش عاوز أي حاجة تاني من الدنيا خلصنا بقى ايه العياط والزعل ايوه كفايه عياط وزعل لحد كده ماشي عشان ورب العزه هلاعبك كريستو واغلبك وانا خدامك انا اللي خدامك وزع محمد واكسبك تكسبني اه طب يلا نلعب يلا 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 اهو يلا ها اهو يا عم محمد يا جامد صعفونا يا جدعان يلا يا عم محمد ايوه بقى ايوه بقى خيرا يا عم محمد خيرا ها يا بتاع الباسكت يا لعيب يا جامد حبيب عم محمد الف مبروك يا عم محمد ده؟ اه ماشي افتحه بقى يا عم محمد الله اللي فيه ده بقى يا عم محمد اللهم صل على حبيبنا في خير ربنا الف مبروك يا عم محمد الله يبارك في سعادتك الف الف مبروك يا جماعه الف مبروك يا فندم نبارك لعم محمد يا جماعه الله يكرم قصرك الف الف مبروك الله يبارك فيك يا فندم وحياه النعمه دي هاخدهم كده هديهم لبنتي عشان تكمل بيت الجهاز بتاعها انا امبارح بالليل قلت لها انا بنتي قالت يا بابا انت جاهز مش حاجه يا بابا قلت لها يا بنتي اصبري عليا في رمضان انت ربنا يكرمك في رمضان ولا يطلع في رمضان يا بنتي مني قلت لهم كملي حتى والنهارده ورد نمي الساعة قبل ما قابلكم ساعة برضه كلمتني قلت لها بنتي خليها على الله طب انا اكتب ربنا عمر عندي الحمد لله رب العالمين عايزين نتبسط بقى ونفرح ونبارك لعم محمد انا اشكر ايوه اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية